شوط تاني خلف خط دفاعه برضو يعني. بعض ممكن يقول لك انه ما يخرجش او بيستعجل، لا هو مركز، وتوادي تاني زيزو 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 انفراد جديد، لكن رمضان مصطفى ودفاع المقص ينقذها من امام زيزو الباحث عن الهاتريك في هذا اللقاء. هدفين لزيزو، هدفين لسيف هات صانع العاهات، غيرها جيزفالدو وعدلها فريرا واصبح صانع المفات اصلا. كرة فيها شك، لمسة يد وضربة جزاء بيتم مراجعتها في الفار بتسديدة سيد عبد الله. نادر أمر الدولة، إشارة الفار واحتساب ضربة جزاء، والعقبة أمامه هو رمضان مصطفى. تعليمات من نادر أمر الدولة وزيزو الخامس زملكاوي. 5-5 عليك يا زمالك، أكبر فوز في الدوري، الهاتريك لأونكل زيزو، يتقدم الزمالك خماسية بيضاء في شباك مصر المقصة. الهاتريك لزيزو هدف بالإضافة لصناعته، محتاجين إيه تاني؟ وكأن لسان حال أحمد السيد زيزو، محتاجين إيه تاني يا زملكاوية يا جمهور الزمالك، عايزين مني إيه تاني؟ بصنع وبسجل وبفعل كل شيء، 3 أهداف يرفع بها رصيده إلى 19 هدف ويبتعد في سباق الهدافين على قمة هدافي الدوري المصري.